أكد مجلس الوزراء أن منظومة زراعة وتوريد القمح خلال العام الحالي تحقق معدلات غير مسبوقة في الإنتاج، وتفرى في إنشاء الصوامع ودعم المزارعين وحوافز التوريد. وتوقع تقرير للمجلس ارتفاع حجم إنتاج القمح إلى 10 ملايين طن بفضل جهود التوسع الأفقي في الزراعة. المزيد في سياق التقرير التالي. خطوات كبيرة وإجراءات هامة اتخذتها الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح تضمنت مسارات متوازية، منها زيادة المساحات المزروعة من القمح وتطوير زراعته وفق أحدث الأساليب العالمية، وزيادة أعداد الصوامع ومنافذ التوريد، فضلا عن تسهيل الإجراءات أمام المزارعين وتوجيه كافة أوجه الدعم اللازمة والحوافز المختلفة لهم. هذه الإجراءات ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في الإنتاج، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل إلى نحو 3,650,000 فدان، وذلك بفضل جهود التوسع الأفقي في الزراعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم إنتاج المحصول إلى 10 ملايين طن. وفي إطار تقديم التيسيرات والحوافز اللازمة للمزارعين، أعلنت الدولة ولأول مرة سعر القمح قبل زراعته، كما تقرر أن يكون سداد ثمن القمح المورد فوري وبحد أقصى خلال 48 ساعة. وفي نفس الوقت تمت زيادة نقاط التسليم إلى أكثر من 450 نقطة هذا العام، مقارنة ب 405 من النقاط العام الماضي. ولاقت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتيسير توريد القمح ترحيبا كبيرا من المزارعين الذين أشادوا بتحديد سعر القمح مسبقا وإعطائهم حوافز مالية إضافية، مؤكدين أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة وشجعهم على التوسع في الزراعة وتوريد الكميات المزروعة بالكامل وليست فقط الكميات المحددة من الدولة. كما أعرب المزارعون عن تقديرهم لحرص الدولة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل زراعة القمح، ومنها تصليح الأراضي بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية وتوفير التقاوي بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي. وتستهدف الدولة الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح، حيث يتم توريد 12 أردبا على كل فدان خلال الموسم الحالي، وهو ما يمثل ثلثي متوسط إنتاج الفدان.